متابعين أكيد بصباحنا يا نور، وصلنا إلى فقرتنا الطبية ورح نحكي عن موضوع يمكن كتير من السوريين عندهم هيدا الداء أو المرض، وهو مرض الكولون العصبي. رح نحكي عن كيفية تخفيف الألم، كيف فينا نحن شوي نعالجه، شو هي طرق العلاج، وكيف فينا نحمي حالنا لحتى ما يتطور اكثر، مع الدكتور فادي خشروم اخصائي تغذيه. صباح الخير يا صباح مستر خيرات رشيد. صباح خيرات يعني يسعد صباحك. خلينا بالبدايه نعرف شو هو الكولون العصبي. فينا نقول مرض العصر، يعني مين ما بتسمع هلا بتقول له شو بك تعبان بيقول لك معي كولون عصبي. شو نعم. هو الكولون العصبي اذا نعرفه طبيا؟ تمام، أول شيء صباح الخير لحضراتكم وللسادة المشاهدين. المقطع اللي ذكرتي حضرتك مكون من شقين، القولون العصبي. القولون حتى نوضح للإخوة المشاهدين المقصود فيه هو المعي الغليظ. المعي الغليظ هو جزء من أجزاء القناة الهاضمة. هذا الجزء بيترتب عليه مجموعة من الوظائف أو يقوم بمجموعة من المهام، أهمها امتصاص الماء المتبقي بسياق عملية الهضم، استيناع مجموعة من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين كي وطيف فيتامينات بي. نحن لما بنوصف القولون بنقول عنه او بنطلق عليه لفظ عصبي. شو المقصود بهذا الكلام؟ انه هذا القولون عم يمر بحاله من الاضطراب، حاله من الهيجان، هذا عكس الحاله الطبيعيه السائده. البعض بيقول انه سبب تسميته بالقولون العصبي هو الحاله النفسيه السيئه، حاله النزق والتوتر اللي عم يمر فيه هذا الانسان واللي عم تنعكس سلبا على القولون، لانه مثل ما بنعرف نحن لما ترتفع هرمونات الشده مثل الكورتيزول على سبيل المثال رح يضطرب القولون حتما، فبالتالي هذا رح ياثر على الحركيه المعويه بشكل عام، وهذا طبعا في شيء من الصحه للحقيقه. نعم. دكتور خلينا نحكي كيف فينا نحن نوقي حالنا لحتى ما يصير عندنا كولون، شو اللايف ستايل، كيف لازم تكون، كيف نحن لازم نبتعد، معقوله لازم نحرم حالنا بعض الاكلات لحتى ما يصير معنا، وبعدين بدنا نحكي وقت يصير معنا كيف شو بدنا ناكل. تمام، هلا خلينا نحن اول شيء نميز مريض القولون يلي حاليا عم يعاني من هجمه شديده، ومريض القولون اللي عم يكون بحاله سكون هلا حاليا ما في عندنا اي اعراض. لما بكون انا بحاله هجمه شديده من هجمات القولون يلي بتتميز بالانتفاخ والتشنج والالم البطني الشديد جدا، بهي الحالات انا يفترض اني اتجنب الاطعمه المهيجه. الاطعمه المهيجه طبعا كثيره، ممكن نذكرها بعد شوي اذا حبيتوا. ممارسه نشاط رياضي لطيف خفيف ايضا ممكن يحسن الاعراض بدرجه كثير كبيره. التفكير بايجابيه والاسترخاء، ما بعرف هذا الشيء قديش ممكن، هذا يعني صعب لما نقول كولون اللي عصبي عم نعيشه حاليا. يعني هذا بتحس الناس بتقول الكولون عصبي يعني جاي من التعب من التعصيب يعني من الستريس، بس لما نقول في اكلات مهيجه، وكنا عم نحكي تحت الهواء معك دكتور انه لما نعمل حميه ونقول وقايه في غذاء، يعني اكلات كثير يجب ان يتجنبها مريض الكولون العصبي. صحيح صحيح، في عندنا طيف واسع من الاطعمه، نحن يفترض اثناء الهجمه انه نتجنبه بالكامل حتى نخفف من الاعراض. اذا حبينا نذكر امثله على هاي الاطعمه فنحن عم نحكي عن الحليب ومنتجاته. كل شيء مصنوع من الحليب، وهلا مثل ما لك ملاحظه انت كل شيء تقريبا موجود بالمنتجات اللي حوالينا في مشتقات الحليب. صحيح. القمح ومنتجاته كمان لسه طيفه اوسع بكثير. بعض الخضروات مثل البروكلي، مثل الهليون، مثل الملفوف على سبيل المثال، ايضا مهيجه للقولون بدرجه كثير كبيره. البقوليات للاسف، البقوليات اللي هي عماد غذائنا اليومي، ايضا مهيجه للقولون بدرجه كثير كبيره، مثل العدس، مثل الفول، مثل الحمص، حتى البازاليا، حتى البازاليا اللي هي نوع من انواع الخضروات ايضا مهيجه للقولون بدرجه كثير كبيره. البهارات والزيت والماء، كل يعني البهارات والزيت والماء للاسف للاسف تماما تماما. حتى قد يكون مفاجئ للبعض، حتى العلكه اللي هي فيها سكاكر كحوليه، العلكه اللي فيها سكاكر كحوليه ايضا مهيجه للقولون بدرجه كثير كبيره. السبب انه هالسكاكر الكحوليه او السكاكر القصيره مثل اللي موجوده بالعسل على سبيل المثال، او السكاكر الاحاديه مثل الفركتوز، لما بتهرب من عمليه الهضم وبتوصل للمعي الغليظ وبتتخمر هنيك، هنيك بتبلش عمليه انتاج الغازات بشكل كبير جدا. هذا الشيء اللي بيؤدي لشعور الانزعاج عند هؤلاء الاشخاص. طبعا هؤلاء الاشخاص ما لازم يحرموا حالهم بالمطلق من هالاطعمه. نحن وقت عم نقول موضوع الحرمان، الحرمان يكون في اثناء الهجمات فقط، فيما بعد لما بتكون لما بتهجع هي الاعراض هي بتصير اقل حده، انا ممكن بكل بساطه اني ادرجها او ادخلها بحميتي الغذائيه ولكن بشكل مدروس وبكميات قليله جدا. نعم. دكتور كمان خلينا نحكي عند الهجمه، نحن شو هي الاسعافات الاوليه يلي لازم ناخذها او لازم نعملها؟ حدا بيقول لك حبتين فحم بيمشي الحال. نعم. حدا بيقول لك مثلا
ما بعرف، في كثير من الافكار وفي كثير من الاقاويل وحكي اجدادنا وحكي تمام. جاراتنا تمام. خلينا نحكي شو الشيء الصحيح يلي اذا اجتنا هجمه كولون نعمله. هلا لما احنا لما نكون فعلا امام هجمه قولون حاده على سبيل المثال، اهم شيء اني انا ما بقى اتناول اي شيء ثاني، اي شيء انا ممكن اتناوله ممكن يزيد الاعراض سوءا، اي شيء انا ممكن اتناوله ممكن يزيد الاعراض سوءا، هي واحد. الشغله الثانيه الاسترخاء ثم الاسترخاء، تمام. انا في حال كنت عم عاني من الام شديده اكيد مسكنات الالميه موجوده خيار مطروح على الطاوله، في حال كان العرض الابرز هو الامساك في عندنا ملينات، ولكن يفضل نحن ما نعتاد استعمال هذه الملينات لانه بتعمل كسل معوي شديد. في حال كان عندي اسهال على سبيل المثال، انا ممكن استخدم مجموعه من الالياف، هالالياف هي بتمتص الماء اللي موجود داخل القناه الهاضمه، وبالتالي ايضا ممكن يخفف حده الاسهال. مضادات الاسهال ايضا خيار مطروح على الطاوله انا ممكن استخدمه اثناء الهجمات الحاده. طيب خلينا نحكي كمان الحاله النفسيه قديش بتلعب دور لما نقول كولون عصبي، يعني تعصيب، ضغوطات، فينا نقول ستريس. الحاله النفسيه قديش بتلعب دور بتهيج الكولون؟ لانه بتلعب دور بعتقد بجزء كثير كبير بالحاله المرضيه. صحيح صحيح، فعلا الحاله النفسيه بتلعب ادوار كبيره جدا بزياده الامر سوءا. الامعاء حقيقه نحن من المجحف انه ما نذكر واحده من وظائفها، عم بحكي عن المعي الغليظ، هو انتاج الناقل العصبي السيروتونين. هرمون السيروتونين يلعب ادوار كبيره جدا بالحركيه المعويه، بزيادة مستويات القدرة العقلية على سبيل المثال، الحفاظ على مستويات جيدة من الذاكرة، والأهم من هيك تحسين الحالة الصحية والنفسية. فإذا أنا القسم عندي المسؤول عن إنتاج هرمون السيروتونين اللي هو الأمعاء، لما بيكون بحالة اضطراب، لما بيكون بحالة تعطل، فأنا عمليا الخزان الأكبر أو المعمل الأكبر اللي عم ينتج السيروتونين هو بحالة عطب أو بحالة تعطل تام. فبالتالي من الطبيعي جدا ما يكون في عندي أنا كم كافي من الهرمونات، هرمونات السعادة، هرمونات اللي بتحسن الحالة النفسية عندي حتى أقدر أنا أطلع من الحالة اللي أنا عمر فيها. يعني دكتور بالختام خلينا نحكي نصائح أخيرة بتحب توجهها لكل المشاهدين لحتى يحموا حالهم، لحتى يعني ينقذوا حالهم من خطورة الكولون العصبي. هلا يعني اهم شيء او يعني اول شيء ممكن يخطر ببالنا انه ننصح فيه الاخوه المشاهدين هو الالتزام بحميه غذائيه معينه. اهم شيء هو الحميه، الحميه حقيقه يعني رغم انه مرض القولون بجزء منه هو وراثي بدرجه كبيره جدا ببعض الاحيان، ولكن الحميه الغذائيه المدروسه بعنايه ممكن تخفف الاعراض بدرجه كثير كبيره. ما تحرموا حالكم من الاطعمه بشكل قطعي وجذري مدى الحياه. انا بقطع هالاطعمه هي المهيجه للقولون بفتره من الفترات اللي انا عمر فيها وبشكل مؤقت، بعد منها بدخل هالاطعمه هي بشكل فردي تمام، وبختبر انه طعامي اللي كان له تاثير اكبر من ناحيه السوء على جهازي الهاضم، شو الطعام اللي دخلته انا زاد الاعراض عندي بشكل كثير كبير. فاذا انا ما يفترض اني اقطع الاطعمه بشكل كامل. اكيد بدنا نشكرك الدكتور فادي خشروم اخصائي تغذيه على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك.